السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميدو من قناة كارتون المعجزاتكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا بجد. النهاردة بقى انا مش هتكلم معاكم على معلومات او كرتون او انمي، انا جاي النهاردة اقول لكم على ايه اللي هيحصل في القناة ان شاء الله الفترة اللي جاية. طبعا انتوا زي ما شفتوا ان انا كان بقالي فترة طويلة منسحب على القناة، وكل شوية اقول لكم هعمل بس وما بعملش، وهنزل فيديو وما نزلش، وبسحب كتير. وزي ما شفتوا قريب السحب اللي انا سحبت فيها 40 يوم. فالمهم النهاردة بقى انا قررت ان انا احط في الطريق القناة الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة للفيديو اللي انا نزلته من كام يوم، ان هو عن اخبار الكرتون، الفيديو ده انا طلبت فيه ان انا عايز اعمل فريق الكرتون المنشئ، تمام؟ طلبت فيه ومنتج ومصمم صور وكاتب سكريبت وحاجات كتير جدا. نوعا ما لحد دلوقتي احنا الفريق لسه ما اكتملش، بس بقى معانا مصمم صور مصغرة، وكمان بقى معايا ممنتج، وكمان بقى معايا كاتب سكريبت الفيديوهات القصيرة. فالمهم ما زلت محتاج ممنتج للفيديوهات القصيرة، محتاج على اقل حاجة 3 اشخاص، محتاج كاتب سكريبت يكون بيكتب سكريبتات للفيديوهات الطويلة، كمان محتاج حد يكون اتفرج على كرتونات وانميات وافلام كتير بس انه يساعدني في التلخيص والحلقات وحاجات زي كده، وبرده محتاج ممنتج تاني بحيث ان الفيديوهات تنزل بشكل اسرع. فالمهم لو انت عندك اي ميزة من الحاجات اللي انا قلتها ديت، تقدر انت تبعت لي على الانستجرام او الفيسبوك، بس تكتب لي قبل ما تبعت الرسالة كلمة تيم بحيث ان انا اكون عارف ان انت تابع الفريق او عايز تدخل في الفريق، بس لازم تكون موريني حاجة من شغلك. ده بالنسبة لموضوع الفريق. بالنسبة للقناة، انا عشان اوضح لكم ان صورة القناة هتتغير والشعار هيتغير خالص. طبعا انت شفتوا اليومين بنزل اللوجو الجديد لكل حاجة، كل شوية بنعدل فيه. فالمهم طبعا كلكم افترضتوا اللون الاخضر، فانا هحطه ان شاء الله من يوم الجمعة او السبت، وهنغير كمان البانر بتاع القناة عشان هنبدأ حاجة جديدة في القناة، لكن الاسم زي ما هو. بس انا قلت بس اوضح موضوع الصورة والبانر بحيث ان انت لو دخلت على القناة ما تتفاجئش ان الصورة اتغيرت او حاجة، لا هي نفس القناة نفس كل حاجة، بس الشعار هو اللي اتغير. ده بالنسبة للفريق وشعار القناة كده. بالنسبة للفيديوهات اللي جاية والحاجات الجديدة للقناة، بصوا انا دلوقتي شغال على اكتر من حاجة في القناة. اول حاجة انا شغال لكم على تلخيص سواء انمي وكرتون، دي اول حاجة. تاني حاجة هنرجع تاني ننزل صراع فضائيين بنتين، هتبقى غالبا حلقة كل اسبوع. كمان هيبقى في فيديو ممكن كل اسبوعين هيكون عن شرح شخصية معينة سواء من انمي او كرتون، زي ما انتم عارفين انا شرحت شخصيات حد دلوقتي زي وولفرين وبلوبيتال. كمان هيبقى في مقارنات وهيبقى في حاجات زي كده. طبعا اقترحوا عليا الفيديوهات واقترحوا عليا الشخصيات انتم عايزينها في كل برنامج، وطبعا حلقة صراع التنانين هترجع تاني ان شاء الله برضو، وطبعا شرح الشخصيات هينزل قريب، وكمان هنرجع تاني لتلخيص الكرتونات و الانمي ان شاء الله. ده بالنسبه للفيديوهات. طيب بالنسبه للشورتس، برضه الشورتس انتوا عارفين ان بنزل شورتس كل كام يوم، غالبا هحاول ان بعد كده انزلها كل يوم او يومين، وغالبا هتبقى شورتس جديده، بس برضه محتاج افكار منكم عشان انا في موضوع شورتس مش محترف قوي فيه، فبرضه محتاج افكار منكم. وندخل بقى في اهم موضوع، هو موضوع البث المباشر. البث المباشر نوعا ما انتوا شفتوا اخر فتره انا مش عارف اعمل اللي هي الخلفيه السوداء عشان هي مش حلوه او مش بتجذب الناس للفيديو، وكمان حصلت لي منها مشاكل عشان كده انا لغيت الخلفيه السوداء. طيب انا دلوقتي بحط شخصيه ميكي بس برضو الشخصيه ثابته، او شخصيه ويني اللي انت شفتها في اخر بس وبعدها ما عملتش برضو شخصيه ثابته. لو انت عندك افكار لموضوع السيت اب او الحاجه ان انا احطها قدام الفيديو او قدام الكاميرا بحيث ان هي تكون بتتحرك وفي نفس الوقت تكون يعني تشد الناس انها تتفرج على الفيديو، فقولي لي ان انا فعلا مش عارف احط حاجه او مش بدماغي حاجه ان انا اعملها. بس ده كان فيديو كده بس عشان اوضح لكم جديدكم القناه عشان تعرفوا ان انا مش ساحب على القناه وكده. وبس تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، اتفرجوا بس بتخليكم تنشروا الفيديو ده مع اصدقائكم، تابعونا على صفحات الفيسبوك وتيك توك وانستجرام، رابط كلها في الديسكربشن، وتقولوا لي افكار الفيديوهات الجايه. وسلام.